أيها الأخوة والسادة الكرام، لدي لكم خبر. يوم الجمعة، اليوم احنا ثلاثاء، يعني بكرة أربعاء، بعد خميس بعدين جمعة، يعني بعد ثلاثة أيام راح يقام أكبر معرض ألعاب في تاريخ المملكة العربية السعودية. المعرض هذا راح تشوفون كل اليوتيوبر اللي تحبونهم، راح تشوفون كل الأفريقة موجودة. لأول مرة يا جماعة أقولها بالفم المليان، الناس اللي دعمتنا يا بور ودعمتني أنا يا أحمد ودعمت الكود، مجهزي لكم شغل يا أخوان في المعرض اللي بيكون عبارة عن 5 أيام، من يوم الجمعة 22 أكتوبر إلى تاريخ 26 أكتوبر، 5 أيام من الساعة 4 إلى الساعة 12 الليل، والتذكرة سعرها فقط 50 ريال. راح تكون في سحوبات، راح تكون في بطولات، في فارين بوكود، ألعاب كبيرة مرة، ببجي موبايل، ببجي ستيم، كل شيء تبيه تلقاه هناك. إذا أنت جيمر وإذا أنت إنسان تحب الألعاب ركز معي. أدري هذا إعلان وأنا نفسي بجي وأبغى أقابلكم، هذه على جنب، لكن هذا الشيء ما يصير كل مرة يا جماعة. التجمع اللي بيصير في اليوم هذا الله يحفظ. طيب وين يا أحمد؟ وين بيكون عشان الحق؟ بيكون الموقع يا جماعة واجهة الرياض، يعني تكتب جوجل ماب واجهة الرياض، إذا أنت بسكان الرياض راح تحصل موقع على طول. أنا أدري والله في ناس خارج الرياض وبرا السعودية ودها تجي، لكن بإذن الله حبة حبة وتكون في معارض أيضا عندكم أنتم بعد. ركز لي على هذه الكلمة في الأخير عشان ما أطول عليك. جميع صناع محتوى بور والإدارة والكل يحضر. نبغى نشوف المعرض كله بور، واكثر بكل بور. اذا انت سبق ودعمتنا بالمتجر تعال، ترى مجهز لكم شيء لكم انت والناس اللي تدعمونا، سواء خذيت لبسي S6B ولا خذيت البور الاسود ولا الجيرسي ولا بلوفري ولا اي مكان. اذا عندك شيء من ملابسنا نبي نشوفك، نبي نسلم عليكم، نبي نصور معكم، نبي ايضا نلعب معكم. والله يا جماعه والله اني مره متحمس ومبسوط اني بقابلكم، فان شاء الله نشوفكم. اذا ما تقدرون عندكم 5 ايام، جمعه، سبت، احد، اثنين، ثلاثاء، والحقوا على شراء التذاكر، الرابط تحت حق شراء التذاكر، ادخلوا اشترك وكلم اخوياك، والله يسعدكم. شكرا لكم، ما ابي اطول عليكم اكثر من كذا. في الختام لا تنسونا من اللايك يا جماعه وكود الدعم S6B. الله يسعد كل واحد يصور لي اللام ويستخدم. شاهد ممتع للمقطع اللي راح يرجع لك ذكريات سنوات قبل في جراند، وراح تشوفون يوتيوبر اكثر بالمقطع. شكرا لكم، واذا تبون زياده لا تنسونا من اللايك زي ما قلت، واكتبوا لنا تحت بالكومنت. طولت مره، شاهد ممتع. في السالفة يا أحمد، أول شيء اللي تابعون سلسلة جراند قبل يدرون إن فيه دائما تعاونات تصير بين ثق لايف وميستري تاون، تعاونات بينهم، سيناريوات، لعب، خلود يوم إني بيقولوا كان يجي يلعب عندنا، أنا صورت مرة عندهم يصورون عنده، يعني هذه متعة للمشاهد. يوم طرحت لهم فكرة إني بأجي ومعي عصابتي قلت حياك الله، لكن ترى ما إحنا ما نسينا إن قبل كم سنة دخلت السيرفر وسويت مجزرة. لا 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 لا, لا ما نبي ندخل، ما نبي ندخل هذه المدينة يا ولد. شفت هذه؟ شفت هذه يا صويح؟ هذه أقسم بربي لا تبقي ولا تذر. من ناحية إعدادات معدات عسكرية، من ناحية إلى آخره، فقالوا لو صدناك وعرفنا إنك من ميستري تاون بأي طريقة من الآن ترى بنمشي معك كرول بلاي إنك أنت مطلوب، يعني على طول كذا مطلوب يا أبو حميد، على طول أنت مطلوب. قلت والله ما عندي مشكلة، منها متعة البث، فإيش بيصير؟ ما أدري. طيب ركزوا معي الآن، إحنا بمدينة جديدة، الأرض ما هي بأرضنا، لازم أنا أخلي مدينة جديدة ما نكون ثقال وبنفس الوقت نفرض هيبتنا. خليها أرضنا. شوف اسمع، احنا مو على طول نهديها شوي. طيب رقم 2، الناس اللي بتشوفونهم وراها هذول ناس أعرفهم من زمان، هذول ناس لهم والبلاك ماركت صلة كبيرة، كلمتهم يستقبلونا، راح يضبطونا من ناحية أسلحة، راح يضبطونا من ناحية الأشياء الطيبة اللي تشوفون صفة هناك اللي ما عمركم ولا عمركم شميتوها يا الطفارة يا الكعيانين. والله العظيم إنه ما ودي ودي أعطيكم السولت اللي موجودة، تشوفون السولت هذيك والله هذيك مقامكم. من الأخير المواتر اللي هناك أنا ما أدري كيف بتشيلنا، لكن لا حد يجيب الطاعة من أول يوم، نروق نتعرف نجس النبض والبيئة كيف، ترى التضاريس مختلفة وفهموها، تضاريسنا مو زي تضاريسهم، عندهم تضاريس هنا في كاميرا إحنا ما عندنا هناك في كاميرا، فهمتوا شو أقصد صح؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتوقع ان نبلغكم حضره عن الموضوع باختصار، يعني بلغ لك كل شيء. ممتاز. اول شيء حاب اقول لك السلام عليكم وعليك وعلى جميع اعضائك. وعليكم السلام والرحمه. معك الكسندر ماهول. ممتاز. بد اليوم للحضره. ممتاز. لاعب في البلاك ماركت. جميل. واللي على اليسار يا ارثر برضه عضو في البلاك ماركت. ممتاز ممتاز جدا. اولا اعتذر عن عدم وجود الحضره وباقي اعضاء البلاك ماركت، وجود نزاع عملي مع العسكر. جميل جميل جميل. ثاني الحضره، ثاني جميع مواطني ثق لايف، اقول لك حياك الله في مدينتك. الله يحييك. مي باول مره اجي ولا هي باخر مره ان شاء الله،
عندي نفسي ما يحتاج يا بعد راسي. ولازم اوضح لك شغله مهمه، بلغ حضره ان ترى وضعنا احنا شوي لك عليه من ناحيه العده والعتاد. كل شيء معطيني علم فيه. يا سلام. وبنفسه كلمني اني انا اجي قبلك شخصيا. يا سلام. هل هو موجود حضره؟ هل هو موجود؟ لا حاليا مو متواجد. ممتاز. كلفني اني انا اجي اتقابل معك ابو شايع. جميل. واقدم لك الهديه البسيطه هذه اللي ورا الاربع شارجرات يا بعد. لا والله ما ودي كلفت على عمرك. لا والله انا باخذ السولتن. حلو. ابى اروح سلمك الله، ابى قابل لي رجال مواعدني لمده ربع ساعه. اسمعوا يا جماعه، ربع ساعه بالكثير باخذ منه شغله وعدني فيها، وبجي بتقابل معهم باذن الله على بال ما تخلصهم. هم غالبا يحتاجون راديو ويمكن سلاح اذا قدرتوا يعني. وعلى فكره اي شيء راح تسلمون اياه من البلاك ماركت ترى هذا دين. ايوه الكسندر ماهوني. لا انت يا الكسندر يا تاج راسي. لا لا انت يا حبيبي. يلا الله يوفقك. اي شيء تبغاه بس كلمني. انتبه على عيالنا. ها ابشر. والله يلا والله. أبشر. الله يعينكم. بس اسمع، اذا طلبوك توقفهم بقاله شيء لا تنزلهم، تراهم بيسرقونها. ما ادري. طيب الحين كيف اروح عند الاكل حقهم؟ الاكل عندهم ايش يا جماعه؟ قاله هنا المفروض برجر شوت. يا الغالي تفتح لنا بس نطلب اكل. سو ممنوع توزع النوع اللي تبيه يعني. بس هذا ممنوع. وش هو ذا اللي خذيته؟ اعطيتني. الله يوفقك انت. ايش حطيتني ما اشوف؟ وعليكم استاذي. وعليكم السلام والرحمة. راسي مصدع ثواني. مرحبا. مساء الخير. بس استاذي حاليا يعني اباك تفضل معنا. اصبر والله. ابشر ابشر بس ثواني. عيوني اقسم بالله عيوني ثواني بس. دمع عليك امر انت دقيقة بس. هذا هو اللي يقصده. كيف عرفوا اني برجر شوت؟ كيف عرفوا؟ ثواني بس والله اني هذا عطاني شيء مغشوش. علي راح نتفاهم. انت الحين تفضل معنا. ابشر ابشر بس خلني ابغى راسي ابغى تفتح عيوني احسها مغمشه مره. من انت بس عرفني باسمك. من انت؟ والله مشكله ان شاء الله راح تعرفني. ليك الحين تفضل معي. تفضل معكم باي صفه؟ وش علي؟ ان شاء الله راح تعرف كل شيء في المكان المناسب. ممكن الحين تفضل معي؟ على خشمي. ابشر والله باجي معاك بس ثواني. اللي في المطعم خلوكم جوا احد يطلع. طيب ابشر ابشر ابشر. الان بس تسمح لي باخذ اثباتي وبجيك ثواني. بس اثباتي في السياره. الله يعطيك العافيه. ابشر ابشر. هذا اثباتي بس باخذه. لحظه هو في الدرجه اتوقع انه في الشنطه اللي ورا. ثواني ما يحتاج الاسلحه الناريه بس بجيب اثبات. ثواني. مشكله. يلا خدمه سلام. يا يا ربي يا ربي. اماكن ضيق وين العياد؟ اماكن الشاطي 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 الشاطي. يا عيال ما علي شيء. كيف عرفوا مكاني؟ ما يعرفوا مكاني بالسرعة. سلامات. بروح العيال بروح العيال الشاطئ بروح العيال الشاطئ. يا رب لا. الله لا يوفقكم. الله لا يوفقكم. تكفى ويا الحب. يعني أنا متعود على الجمس الأسود. معناته إيش؟ معناته تسبيل. يعني هذولي بيطلعوني من السيرفر. أبروح عند العيال. يا رب العيال يا رب العيال اللي هم في المكان يقتلون عنه. بس هم معهم أسلحة. علي أحمد ورب العزة يمديك والله تدربعهم والله. أحمد حركة ميستري تاون طبقها الآن يا أحمد. الآن حركة ميستري تاون طبقها. الآن حركة ميستري تاون طبقها يا أبو حميد. طبقها طبقها يا مال الشحن. ولا يوفق. إيش هذه المساحة؟ وش سويت؟ طيب ايش سويت؟ بالغلط نقد والله بالغلط. طبيت. ارفع ايدك ارفع ايدك. انا ايش علي؟ انا ايش علي؟ خوفتوني. انا ايش علي؟ والله ما معي شيء. فتشوني والله ما معي شيء. يا بس لو افهم الحين انا علي بلاغ. استاذي ما راح اتكلم معك ان شاء الله لين نوصل الموقع وراح يجيك كل العلم. طيب الحين كل اللي يتمنى من كل اللي يتمناه منك فقط التزام الصمت واتباع الاوامر الموجهه لك. طيب انت من عشان افهم انا؟ راح تعرف ان شاء الله كل شيء. اذن استاذي حاليا معك. طيب خذ راعي المطعم معي. انت ماسكني عند المطعم صح؟ يعني انت نيتك مو بانا في الاساس. استاذي انت شغلتك اكبر من راعي المطعم. ايه لا انت عسكري الحين صحيح؟
مفروض مفروض انك تقول للمجرم اذا هو مجرم ايش تهمتك. غير صحيح استاذ، احنا وكاله الامن القوميه. هذه وش الامن القوميه جديده؟ اي هذه راح تعرفها ان شاء الله. سؤال، حد فسخ سروالك انت ولا لا؟ والله شكلك انت اللي سروالك انفسخ. اسمعني يا الانتربول، خل الوضع يكون بيني وبينك اخبر عطل انك مشبه، ما ودي الامور تتصاعد. اخبر استاذ، انت حاليا ما بين الحياه والموت يعني. وش والله ما تذبحني، والله ما تذبحني، والله بدون محاكمه وبدون محامي وبدون حقك كمواطن. وش اللي بين الحياه والموت؟ سوالف السالفه كيف سوالف حقك كمواطن؟ اي مواطن. مواطن انت متاكد انك مواطن عادي؟ مقيم انا، ما فرقت الزبده، انه ما هي بسوالف السالفه تذبحني كذا ما بطاقه. ايوه الحين وين رايحين احنا؟ رايحين مكان ان شاء الله عشان نشوف امورك. لو سمحت يا حضرة الانتربول، احتاج حقي كمواطن اني اجري مكالمة. التزم الصمت يا مواطن. ما اتوقع، والله لا اقفل الباب، ابغى حقي. اي حق لك راح تاخذ، لا تخاف، ما راح نظلم في شيء. ممتاز، كذا انا ابدا اتكلم معاكم، لكن تقعد تاخذني بظلم؟ لا والله انه قهر، الا قهر الرجال يا اخي، اتق الله في نفسك، انت مسلم؟ ترى انا مستعد الحين يعني اعطيك طلقة وانهي الموضوع بشكل كامل، فاتمنى انك تلتزم بالاشياء اللي احنا نقول لك. استلمت؟ لا لا كذا بعصب، ذبحني على طول. الله يعطيك، لا لو سمحت نتكلم شوي، خلاص بتكلم، بس مو بنتكلم. لا تقول لي جوال من غير جوال. طيب لا لا اسمعني، انا بس ابغى الجوال، لانه والله انه في ناس في ناس مقربين لي مره موعد، بس بقول لهم اني بتاخر، اني برجع لهم ان شاء الله، اني ماني مجرم. ابد مو شرط بالخم. يا عيال هذا وين بيعطيني شيء؟ والله لو انعدم قسما بالله لا شخصنها يا عيال، لا اسوي كاركترات ثانيه بس عشان ازق بجو هذا اللي قاعد يكلمني الان، اللي ما ادري مين هو. تفضل معي. طيب ما معي لا سلاح ولا معي اي شيء، فهو تفكني واتكلم معاكم على راحتي. طيب. تكلمت معك كثير وخاصت وعطيت معاك، فالحين نبغى نخش في الموضوع الجدي. يلا قول. استاذي طائرتك هبطت اليوم في مدينه تاغلايف بتوقيت 7 بالضبط ايضا. غير صحيح اخويا. غير صحيح اللي كانوا معك. لا لحظه، غير صحيح. غير اكمل كلامي. بس كلامك غلط، كلامك غلط. قاطع كلامي، لا تقاطع كلامي. طيب غلط، انت مشبه علي، اقسم بالله ما جيت بطياره ولا شيء. تمام تمام، فالكون 1 خلك يمينه، فالكون 2 خلك يساره، اذا قاطعني بقسوه. ها عدد من الاشخاص هبطت طيارتهم في نفس اليوم اللي هو اليوم اللي احنا فيه، والمكان اللي انتو جايين منه اللي هو البلد الغامضة ومستري تاون. ايوه ايوه فيها مستري تاون. المكان هذا اللي جيتوا منه انت يا استاذي، بيننا وبينهم تعاملات يعني ما بيننا وبين وزارتهم، وبيننا اشياء مشتركة، اشياء كثيرة مشتركة خاصة في المعدات العسكرية. جميل. طيب انا ايش دخل امي؟ انا ايش دخل امي بسالفتكم هذه؟ ايش دخل امك بسالفتنا؟ يعني انت الى الحين تنكر. طيب الحين انت بينك وبينه انكر بوش؟ انكر ايش؟ اي انا جاي من البلدة الغامضة صح، جاي من ميستري تاون، العيني وراسي. جميل جميل، بس لاني مطلوب هناك ولاني مطلوب هنا، انت ايش تبي؟ طيب خلني اعد لك المعلومه، بس اي احد يجينا من البلدة الغامضة يعني في سبب عشان يجي عشانه، الا لو كانوا من الداخلية عنده اسباب واضحة وفي تفاهمات ما بيننا وبينه. لكن انت كمواطن وحنا نعرفك يا استاذي تمام، ايش سبب جيتك للمدينة؟ جاي تقضي. قضي؟ وش تقضي بالضبط عشان اعرف؟ قضى اغراض عندكم، اشياء نازله جديده بتقضى. وش الاشياء طيب اللي تبي تقضاها؟ يمكن نجيبها لك احنا راضيين يعني زي ما انت. يا اخي خلص علي يا اخي، انت تبغى مني شيء ما ادري وش تبي الحين؟ ابي منك شيء، ابيك تعترف ليش انت جاي هنا. جيت زي اي مواطن، شفت المواطن اللي يجي طبيعي جيت زيه، ايش المشكله؟ اي طيب اسمك؟ اسمي ابو شايع. يا مرحبا ويا مسهلا، اخيرا اعترفت باسمك؟ طيب عادي ما علي شيء، انا بقول اسمي عادي. طيب ابو شايع انت الى الان قاعد تلف الدور معي. لفدو وشو؟ وش مسوي انا يا ابن الحلال؟ طيب انت يا انت فالكون، انت وين مين انت؟ انا؟ ايه؟ انا لل قائد ال انت لل انتربول. والله والزق في ابليسك، والنعم فيك، والنعم فيك والزق في ابليسك يا الوزي. اوف ليش؟ ليه للوزي؟ دخل للوزي. وانت لل وشو؟ انا لل بس، هذا اللي لازم تعرفه. اذا لقيت القبض على مجرم بتقول عليه تهمه. انا الان ما ادري ليش تشم كلبش، وما ادري ليه جايبيني هنا، مو موديني مركز الشرطه اذا انا مجرم على كلامكم، وليه جايني بجموس سوداء اللي ما اشوفها الا باحلامي، وليش قاعد تكلمني الان كاني مسوي قضيه جنائيه وانا ما علي حتى سلاح ما عندي. يعني انت الى الحين قاعد تنكر. انكر ايش؟ قول لي وش الشيء اللي سويته انا؟ ايش سويت؟ ما في مشكله، فكوا كلبشاته. اقول لك بس رساله على بريدك في الجوال عشان انت تشوف انت ليه جاي هنا. تمام؟ اتمنى تشوفه زين. بريدي؟ ترى اللي ورا تشوفه؟ ايوه. هذه معدات حكوميه كامله، فيها من الذخائر، فيها اجهزه، فيها اجهزه تقدر تحدد لك موقع اي شخص تبغاه عن طريق الاقمار الصناعيه.
اللي بيشرف عليها عمرو. طيب هل هذه معاني النقل؟ تنقل مع الدبابات والعمود؟ لا 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 بتوصل لك هنا. طيب والله طيب يا رشت عشان بغيتك ابغى المعدات وزن اذا هي سالفه. لا 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 المعدات ما راح تجيك الحالة، راح تجيك بفرض بلاك ماركت وحربك حربة. إيه دي 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 نجيبها كارول بلاي تمام؟ أجحد هذا أنا، كيف بيدبسها هذا أنا؟ طيب وش ذا اللي مرسل لي؟ من ذا؟ شوفك للحين ساكت. إيه من هو ذا اللي راسل لي؟ ما مش ذا أعرف. طيب وش ذا المقطع؟ وش ذا المقطع؟ يعني ما شفت شيء تعرف ولا تدري عنه؟ ما تدري عن أي شيء في المقطع؟ لا. طيب استاذي خلني اكون واضح معك بس في شيء بسيط. المقطع اللي شفته في معدات عسكريه تمام؟ انذكرت في المقطع وانتشر المقطع تعاون ما بينك وبين البلاك ماركت وسرقوا المعدات العسكريه هم البلاك ماركت. اوكي. ايضا انت كنت معهم. ايضا استاذي ان جيتك للمدينه بطريقه غير شرعيه او بجواز غير شرعي. شلون 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 شلون؟ جيت للمدينه ايش؟ جيتك للمدينة يا أستاذي بطريقة غير شرعية أو بجواز غير شرعي. كيف يعني غير شرعي؟ غير شرعي إيش هذه؟ جاي نفس ما يجون العالم كلهم. لا أنت من جاي نفس ما يجون العالم كلهم. طيب إيش دخلني برجال هذا هذا؟ لا لا أستاذي خلني أكون واضح معك، أبغى أعرف كيف قدرت تدخل المدينة؟ من طريق واحد من الشباب. أستاذي أنت هذا الشخص وأنت داخل بواسطة. شلون داخل بواسطة؟ أنت داخل بواسطة، خلينا نكون واضحين وصريحين مع بعض. ممكن أعرف من واسطتك؟ لانه يا استاذي هذول انت اللي داخل عن طريقهم تمام عليهم قضايا وعليهم حكم بالاعدام جميعهم اللي دخلوك. لحظه انا مين الان؟ صبر انت قاعد تلحس مخي الان. الحين شلون داخل بواسطه؟ شلون داخل بواسطه داخل المدينه زي اي واحد ثاني؟ طيب خلني اوضح لك. خلني ما مريت التفعيل يا عيال. مين الشخص اللي ساعدك انك تدخل المدينه؟ اللي توسط لك. ما حد توسط لي زي اي مواطن داخل طبيعي. لا تقول لي زي اي مواطن، انا الى الحين قاعد اخذ واعطي معاك، علمني. ما بقول ديو ديو بلاك ماركت المدينه اللي مدخلني المدينه شلون؟ فهمني. الجوازات، من الجوازات، من تطبيق الجوازات دخلت. جوازات اي الجوازات هذه في شخص ان داخل عن طريقه متوسط لك هذا الشخص. طيب ايش دخل ايش دخل اللي بالمقطع الان؟ اللي بالمقطع مو بنا. اللي بالمقطع مو بنت؟ اي مو بنا. استاذي هذا انت، هذا انت نفسك. لا مو بنفسي، عشان هذا عشان هذا الشخص داخل بواسطه، صرت انا داخل بواسطه. اي استاذي ما في. انت قاعد تربط اللي قاعد تسويه، قاعد تربط اشياء ببعض بطريقه يعني مو واقعيه. يعني اللي بالمقطع هذا واحد دخل بواسطه، معناته انا صرت دخلت بواسطه، يعني انا نفس الشخص اللي دخل بنفس الشيء مرتين واسطه، ما انا دخل. صحيح. لا كيف وين المنطقيه بالموضوع؟ في ملايين في الاف الاشخاص يدخلون بواسطات، يعني من بين الاشخاص هذول كلهم جيتني انا تربطني بمقطع التاريخ لها اكثر من سنتين، وين المنطقيه بالموضوع؟ اقنعني والله بمشي معاك، اذا اقنعتني ابغى اعترف لك باللي تبغاه حتى لو شيء مو فيني، بس كيف منطقي موضوعك؟ مو منطقي. الله عليك، انت مو جاي من ميستري تاون؟ صح جاي من ميستري تاون. طيب خلاص الموضوع واضح وبسيط. هذا الشخص من وين جاي؟ استاذي ما في اي احد يدخل من ميستري تاون اللي احنا نجي ونفحص وراه ونشوف كل شيء عنه، وانت من يوم ما دخلت ودخلوا معاك الاعضاء الكاملين معك تمام؟ وانت شيء صعب جدا. طيب ركز معي عشان نوضح الامور ونختصر الموضوع تمام؟ انا جايك من مدينه ميستري تاون الى ثق لايف عشان اغير جو، اقابل اخوياي، اقابل الناس اللي اعرفهم بالمدينه الثانيه، اسولف معاهم، نطلع نتمشى نجدول، لكن انت قاعد تربط حاجه بحاجه، ما هي بواقعيه، ليست مع بعض، اشياء مختلفه عن بعض، يعني هذاك الشخص ما اعرفه مو بانا، ليش قلت ان انا؟ عشان جاي من ميستري تاون وعشان الطريق غير شرعيه؟ طيب في ناس اكثر، ليش بيكون الناس اللي جو معاي بالطياره هذول ناس غير شرعيين؟ ليش انا الوحيد اللي غير شرعي؟ ايش معنى انا بالذات من بين هذول كلهم مسكتني انا بالذات وقلت لي انا اللي جاي بواسطه، وش السبب؟ وش حجتك؟ طيب جميل. الشخص اللي في المقطع شفته دخل مدينه ثق لايف عن طريق البحر، وانت اللي انت تقول مو هو انا اللي في المقطع دخل عن طريق البحر. أنا داخل عن طريق البحر. هذا شيء ثاني يخليني أربط أنك أنت نفس الشخص. طيب يمكنهم الناس اللي كانوا معاي مو بنا، ليش أنا؟ طيب يمكنهم الناس. أنت تقول أن في ناس جو بطيارات صح وبحر وماني عارف إيش، يمكنهم ناس ثانيين مو بنا. عندي شفرة مع العيال أنا معلمهم عليها، إذا نكبت مرة لازلت يعني مصر. بسم الله 78 78 78 ما شاء الله. المعذرة جوالي كيبورد علق، إيش ذا؟ ما شاء الله. وش هذا 78؟ اتوقع اني عرفت. شوف انت انسان بتعلمني ولا ابدا استعمل معاك اسلوب العنف؟
لا 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 الشخص اللي دخلت عن طريقه اكرر المره يا اخي اصبر 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 قاعد ادور قاعد ادور رقمه الكل وين جهز سلاحك لا 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 والله بقول لكم والله بقول لكم والله والله بقول لكم اسمه شوحه اسمه ايش شوحه بالله صحيح صدقتك انا صدقتوه يا جماعه صدقتوه اي وش فيك اسمه شوحه صدقتوه نبدا يعني نستعمل معك لا 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 والله حرام اللي قاعد تسويه قسما بالله ترى ظلم هذا ما عندك حجه علي تبي تطلق علي النار ليش ما عندك حجه علي ما عندك حجه علي واحده واحده خله لا 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 ما عندك حجه لا والله ما تصير هذا ظلم هذا ظلم وبعص لا 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 هذا بعص هذا بعص قاعد تسوي بعص لا 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 اذا بتطلق النار ما بدون حجه هذا ضعف منك هذا ضعف خلك في النص خلك في النص ما تبغى تتكلم صح؟ شوحة واسمع انت قصدك اللي بميستري تاون صح؟ لا ها؟ خاص اللي دخلوك مدينة ثق لايف ثق لايف تكلم يا اخي قول لي ثق لايف الله وانا عن مين اتكلم؟ يا الله اصبر اجيب لك اسمه ايه الان بعطيك الاسماء سجل لي عندك بالله عشان انا اخاف انه يصير شيء الاول اسمه سليمان القحطاني والثاني ويل سميث ونواف الدوسري وجون ادلر وش قال طيب انا اعطيتك اسمائهم كلامي معك واضح لا تلف الدور طيب 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 اصبر مين قاعد يتكلم مين قاعد يتكلم لا تتكلم معي ولا تقول اي شيء ارسل لي الموقع على طول في الفلاشه حقي بطلع الجوال بس الحين ابغى اطلع الاسم وبعدها خلاص تمام لكم فتره صح الاسم الاول جدا لي فتره الاسم الاول الاسم الاول الاسم الاول تمام إيه؟ إيه؟ الاسم الاول اللي هو عبدو اه والله اللي قلت اسم صدق والله ما طقت قلت اسم صدق طيب كل مره تقول اسم غلط فالكون 1 بوكس فالكون 2 بوكس ام بقش اليوم نلعب عليه ملاكمه خلاص 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 ها ايش ايش حمره او جمره 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 لا 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 جمره جمره قول اسمه زين قمره قمره قمرة سمرة 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 حضرة 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 محمد عبدو حضرة 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 الناسي والله ناسي حضرة 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 لا لا حضرة ايش مدري حضرة ايش حضرة المستشار حضرة حضرة اللي طيب طيب حضرة 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 الدي 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 لا جسمي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ايوه اطلق عليك والله بجي والله بجي بجي خلص بجي 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 خلص استاذي اعطيناك فرص كثيره وسبحان الله من صار كنت خايف على حياتي كنت خايف على حياتي مره انا ما استحمل طلق النار ترى انا انسان اخاف من طلق النار ما تستحمل طلق النار طيب حضره ايش عندك ثلاث ثواني خلاص خلاص لا 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 ما عاد استحمل اوه قلبي حضره نطق ما اقدر تقدر تعيدها مره ثانيه ما اقدر حضره ايش يا ابو شايع والله ناسي اوه حضره ايش اعطيتك حضره ايش ما ادري ايش اسمها ما اعرف اسمهم كامله يا اخوي ترى ما اعرف علاقه ما اعرف اسمهم كامله اضبط يضبطني علاقات فقط بيني وبينه مجنون انت محمار ايه علاقات بينك وبينه طيب اعترف مين هو اكبر الله يرحم امك ما عاد فيني من صاحه يرحم ابوك خلاص قلت لك ما اعرف لا 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 اسمعني انا عدت كل المعلومات اللي اعرفها لا تخليني اتهم اشخاص ما لهم ذنب اخاف اقول اسمه لا تحت البتات يفزعولي لا هذا يلعب بذيله انا بوجهكم انا بوجهكم انا بوجهكم البتات انا بوجهك البتات امزعني تاكم البت يا حمامك امزعني قوم اطلق النار عليه الله يعزك اطلق النار اطلق النار
والله العظيم تلعب ذيلك طلقات ما توقف. ترى ما حد يدري عنه هنا. والله ما قصر البت، والله ما قصر البت. يعدمني يا عيال. أتمنى لك قامة سعيدة في الانفرادي، والمرة الثانية اللي راح أجيك راح أجيك أنا بنفسي. الله يكون عرفتني زين. تمام الحمد لله لك. لا أنت حاليا يعني تحت تصرف المطلق طلع من داري. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا محمد. يا هلا. طب هذا شيله هذا اللي عرف سولف شيله ونزله تحت هو انفرادي. ها بس تمام انفرادي تمام، ولا يشوفه أحد ولا يقرب منه أحد. حراسة مشددة على السجن لمدة 24 ساعة. أبد اعتبرها تم مجازة حاليا، وأيضا في موكب تحت ينتظرنا. اسمع والله لا أعطيك فلوس عمرك ما شفتها، والله العظيم والله والله لا رشتك رش بالفلوس. والله كل اللي أبغاه منك إنك كان السيارة تعطلت، بس كل اللي أبغاه منك إن السيارة تعطلت، والباقي علي بضبطك. أنا بعطيك اللي تبي، طول عمرك شغال بالداخلية استفدت شيء؟ استفدت شيء منها؟ واحد يعطيك أمر بس قلت لك بعطيك فلوس، ابى اخليك تاخذ اي موتر تبغى، ابى اضبطك بعلاقات، ابى اوديك دولة ميستري تاون، ابى اخليك تعيش ملك. بالعكس انا مرتاح هنا. ابى اخليك تعيش ملك صدقني، ابى اخليك هناك تكون رئيس القوات الخاصة، ابى اخليك تكون نائب وزير داخلية، ابى احطك باي منصب تبغى. انا هنا انا رئيس الاشراف هنا، ملازم اول، ما احتاج اي منصب. ابى اخليك شيء اقوى من اللي هنا. وسع وسع احلامك، طالع فوق، ليش تظل تحت بس؟ والله ما يفيدونك. انا مرتاح ورئيس القطاعات الحين، انا محتاج. طيب اذكر الله، الان ما ابغى شخص الامور بيني وبينك. دامك الان انت قاعد تمشي على رجلك واضح انك تبغى تسمع مني كلام، الكلام اللي بقول لك هذا ممكن يغير بحياتك. ركز معي زين بالكلام اللي بقول لك الان، مع صوتي ابغاك تركز فقط وما تتكلم، فقط اسمع الكلام اللي بقوله. اطلع من الموجه. اسمعني الان، العسكري اللي بتوديه له هذا عسكري مرتشي، هذا ظالم، هذا مو مع الحكومه، هذا يبغى يعدمني. قبل شوي طلق علي النار، صار طلق نار فوق. انا ماني انا مالي دخل بالمدينه هذه، انا توي جاي، انا جديد. لو اللي دخل ورا اتكلم، قاعدين يحاولون يخلوني اقول كلام مو بصحيح بس عشان يقفلون قضيه عندهم قديمه ما لها دخل. انا بقول لك شيء الان بتفيدك، راح اعطيك اشياء عمرك ما خذيتها، كل اللي تبغاه راح اوفر لك، وعد مني لك. بس اللي قاعد تسوي هذا غلط، انت قاعد تمشي على امور تتبعها فقط، انا قاعد احاول اغير حياتك. اسمع كلامي وطيعني. قلت لك انا مرتاح هنا جدا، ما احتاج اي مداخلات منك نهائيا. هذا ايش هذا؟ رجل مطلوب يعني. ما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 12 موتر، وكل موتر فيه يمكن اثنين، هذا فيه اثنين، وهذا كم فيه؟ لكن ما قلت لي وش سالفتك يا أخي. ارحم أمك يا أخي، أقسم بالله اللي قاعد تسويه إن عرض، هذا قاعد ترفس نعم. طب قلت لك، أنا قلت لك ما أحتاج عرض. أنا عبد الله قلت لك عندي فلوس، عندي بيوت، متزوج، أموري طيبة. عادي تزوج ثاني، تزوج ثاني، ليش تزوج واحدة؟ تزوج اثنتين ثلاثة أربعة. لا الحمد لله مرتاح أنا. الله يا عيال، يلا يا عيال، يلا يا عيال. انا ادري انكم، والله اني ما اثق فيكم، والله اني ادري انكم بتشوفوني، ان شاء الله انكم بالسيرفر. ليش ساكت؟ اني بروح انفرادي. ها؟ ولا عندك مواضيع يعني مخبيها للانفرادي؟ ان شاء الله نسولف انا وياك هناك. عندي مواضيع مخبيها للانفرادي. انتوا كل شيء مقفلينه؟ كل شيء مقفل، اي نقطه موجوده في الحياه اتوقع انها مقفله. لا تحاول تفكر انه في اي شخص راح يهرب، انت عارف كميه عسكر موجوده اصلا، مدرب اعتاد ثقيل، فاي شخص اي شيء راح تفكر فيه فانه مرفوض نهائيا يعني. حتى اتباعك موجودين ما يدرون عنك اصلا يعني. ما دراك ان عندي اتباع؟ ايش دراك ان عندي اتباع؟ ما عندي اتباع. انا واصلني موضوعك اصلا من رئيس الانتربول، ما احتاج اني اول اكثر كلام معك، انا قاعد اعطيك نبذه واعطيك الموضوع اللي قاعد يصير اصلا يعني. يا رب العباد، يا عيال وينكم يا عيال؟ بوصل السجن. فقلت لك يعني في انتربول في الله أكبر، والله أنا موجودين، والله أنا موجودين. فوقيك يا فوقيك يا فوقيك يا فوقيك يا ودني السجن، ودني السجن، ودني ودني السجن، ودني السجن، ودني ودني السجن، ودني. I'm a Southsider. You ain't even got a ass. Take a good look at my tats and check where I be posted at. I'm a Southsider with a strap up on my left and amigas that I catch and bust a cap into their ass. I'm a Southsider. You ain't even got a ass. Take a good look at my hat and check where I be posted at. I'm a Southsider with a strap up on my left and amigas that I catch and bust a cap into their ass. Boy, sliding down the street and I feel high. I could barely fucking see, but low key I can still drive. I think I had too much to drink because I'm lit. It's a vibe. Who said?
the young go know the peace couldn't compete with these guys. Fuck them all, I'm on a mission. I'll kill the competition. Give me the key, give me the key, نزلني نزلوني موتر تعال 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 منت جبل اي جبل امشي 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 او ابو الشاي طب اوكي ريم اشرين عيال لا وين وين خلاص انطب عليهم انطب عليهم ما معي ابو دروع ابو دروع اعطيه دروع اعطيه دروع اعطيه دروع عندك راديو اعطيه راديو بسرعه 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 سمعوني وين 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 فيلي فيلي يا عزفي تبيه ولا عندك قدامك فيلي يا عيال فيلي فيلي وين ها حنا الهيلي حنا الله يعزكم وينكم طيب وينكم في احد محشور شيء تحتنا بالضبط ما بعد وينكم وينكم وين وين مكانك وين مكانك اتبع لا 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 ادركت العسكري اللي اسمه لل تكفون يا عيال لل اللي اسمه لل دوروا لي دوروا لي جثته اللي اسمه لل في عسكري لابس اخضر يا جماعه ولابس طاقيه مغطي وجهه ماسك اسود دوروا لي يا بالجث كلها دوروا خفيك يا شباب خفيك راح اخذيك راح اخذيك جايينك 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 دوج لحمه دوج لحمه دوج لحمه مشي مشي راح يطلع مقلت شلاح راح يرج ايكي من صفحة العيال نقولوهم عند دوج الحمراء العيال نقولوهم عند دوج الحمراء روح تحت ايكي خلوا لفة عليك من الدوج راح 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 يطلع السلاح واحد ينزل بشر خلنا نشوف اي والله فيها ناس اصبر اصبر خلنا ندخل عليهم مع بعض نسلم عليهم اصبر 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 يا بنفسجي يرجع من عزمكم احد نشوف والله ابو شاي سحب على البواب طلعت احنا من دخلت لا طبعا دخلها السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه كيف حالكم يا اخوان بخير وصحه وسلامه اخباركم انتم طيبين والله بخير انتم ساكنين بالحاره هذه صحيح انتم جروف ستريت اي صحيح صحيح وصلنا كلام من البقي يقول انكم تبون اغراض صحيح صحيح خلاص بس على قولتهم دقائق ويجيكم ويسلمكم جميع الاغراض اللي تطلبونها يا ابو من هو الشخص اللي يكلمك اتوقع انه ابو احمد صحيح هو انا ما ودي الصراحه اذكر اسم لان ما ادري وضع حساسيه الاسماء بين العصابات لكن هو اكيد انه يعني دام قال لك انه نحتاج اغراض هو صادق احنا نحتاج جايين اصلا خصوص الموضوع هذا دقائق كذا وهو بيجيكم ابو طيب طيب حط طلبهم شيء يا جماعه والله ما طلبت انا هلا ما طلبت مرحبا هلا ابو شاي هلا سندر تكلم احد لا ماني مكلم احد موقعك وين الحين انا بالجروف حاليا يقول انه في خلاص خليك موقعك جايك يلا يلا جروف انت ابو شاي اذا احد بيعطيك شيء انا جروف شاي ها والله كم عددهم؟ البقاله قريبه لحظه لحظه 1 2 3 4 5 6 7 7 حلو انه كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 على 7 عندهم واحد ورا هناك بنت ما ادري وين راح حاطها اهم شوف مسوي بنت ذيك ورا طيب شوف خلاص الشاحنه ذيك يا ابغى اوه لا 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 نتهور في ناس جايين من برا السلام رهاين زياده يا عم لا 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 هدي 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 السلام لي هذا خويي ايه الكسندر امشي 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 ذا لوست هذول عصابه ذا لوست اي والله ذا لوست ملابسهم هذا فهد موجود خلودي هذا المكان اللي بيمسح شكل الليله ولا وش مكانه عصابه بنفسجيه الرخيصه هذه وين راي وين الرئيس اوه بينهم عدوات تحول حتى هنا عصابه بنفسجيه وين حتى هنا بينكم تاتش معهم وين ابو احمد وينه هو رئيسهم صوتي انتم ولا ايش فك فك ثاني يا ابو فك ماسك خلينا نشوف وجهك لا مو نفس وجهي ذاك اليوم ارني اشوف ارني يدقن ولا ما في سوي شخصيه بسيفر ميستري تاون تشبهني يلعنهم بالقهر الحين بروح حلاق اوريك واحد ايش لا 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 انت وين اي راح صرت املط ساده ولا شيء دقيقه طيب تعال عطنا بطاقة مصر اخلص اخلص عشان ما اخطفك انت واخوياك اوه والله يا الكسندر اني كل مرة احبك اكثر يا سلام يا الكسندر يا سلام يا الكسندر يا ابن الرجال انت بتمشي لحالك بالمدينة لا امشي لحالي ذولي وراي لا اقصد يعني بعدين لا لا اسمع طيب العلم تبيع الجي
تعال تعال اركب تعال. خلوكم مؤدبين ثواني وجهي. يرحم امكم مؤدبين. لا اله الا الله هذا وش هو؟ يا ولد هذا وش ذا؟ مرة ثانية مرة ثانية. سي سوي لي واحد. جرب عليه. كم يمشي؟ طيب عطني خليني اجربه. اشوت 320 يا ساتر يا عيال الصوت يا ساتر يا ساتر. دراغه يا ابو ما اسمعك الصوت. فورم جيم يخرجون بعد 5 4 3 2 1 انت معك سلاح انت معك سلاح لا تسولف. تبي اغاني هج ولا يا ولد؟ اي هات 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 تبي اغاني يلا هات 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 من وراي الله يستر. لا احزمه يا شباب احزمه احزمه كلكم عضلات الجي يا عيال. من زمان ما سكت ها من زمان ما سكت ترى انا اي مدخل ادخل معاه الله يستر. هجت تدل الطريق. اي دلت وين انا مكان صدق. اي وقف اي وقف شغل شغل عندي عندي خطه براسي بسويها. هذا ما يعرف اربط حزام خشيشها كذا بينهم. تمسكوا تمسكوا بنقلع الان. سماوي يا بنين انا نفس اسمع اسمع الاغنية هذه جايه مطلوبه. يخطط براسي بس ادور مكانها. اعطني اخر دقيقه عندي خطه والله براسي بسويها. كمل كمل تقلبوا 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 حتى احنا تقلبنا. ما عليك خفايف 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 خفايف. وين؟ يا شت كنا مال امك. هني يا مسف يا مسف. تعال تعال تعال. هلا انا. الحقه. سمسم انا. تعال تعال. ارفع يدك. وش تسوي قايم انا ما اتذكر شو السالفه. ارفع يدك تعال تعال. ارفع يدك. انا مجرم يا ابو. لا لا ما رفعت يدي كيف كلبشتني ما رفعت يدي. شلون؟ شلون كلبشتني وما رفع يدي توي متعالج مكسوره. يدي الله لا يوفق ابليسك. ما احتاج ترفع يدك وانا عسكري. شلون كلبشتي ويدي مي مرفوع شلون؟ ما يحتاج ترفع يدك وانا كيف؟ كيف؟ ثاني ثاني كيف؟ ثاني ايوه كذا انا ارفع يدي وتكلبشني هذه الطريقه الصحيحه. اركب انت سلاح ارفع يدك. ما معي سلاح وين سلاح؟ اي والله سلاح خليني ارفع. طيب ارفع يدك. كيف ارفعها؟ ارفع يدك. اي عضله اي عضله؟ اي عضله ارفع يدك. ابشر ابشر اي عضله. عض الحكومه فازوا بك. تكفى تكفى. انا مت الله يلعن. لا ما مت تكفى. ارمني ارمني ما اقدر ارميك ما اقدر ارميك. سوي شيء خلي نجيب راسك والله والله انت ولوست والله. ليش خليكم مع السلامه. انا اوريك يلعن ام الغبنه. وينكم يا عيال وينكم؟ تكفوا ما معي رصاص كيف اشوف رصاصي؟ ابو سبحان رجع ابو سبحان اللي بداخلك يا احمد. رجع ابو سبحان اللي بداخلك يا احمد. احمد رجع ابو سبحان اللي بداخلك. لا لا تطلق حرام عليك لا تطلق. تكفى لا تطلق تكفى. لا تكفى لا تطلق انا اعزل. اوه خلاص خلاص بنزل 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 والله بنزل والله حلفت 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 بنزل 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 خلاص بنزل.
ابى انزل يا ابن الحلال. ابشر 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 ها والله العظيم اني لا انزل والله ما ردي اوصل الارض. ابشر او انسحرت 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 والله والله انسحرت. سوي يسوي شو يسوي سحر ايش يسوي سحر؟ اسمعني يا حضرة العسكري اسمعني يا حضرة العسكري انا بالزبالة بالزبالة اللي قدامك اللي فيها كفر انا تحتها والله ما اطلع. انا هربت انا عند وش تبو فيصل وينكم وش تبو فيصل وش تبو فيصل سريع تكفون يلا جاي جاي الحقني الحقني عسكري سريع وش تبو فيصل يلا 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 وش تبو فيصل آه رايح الشرق رايح الشرق يلا جاي جاي الحقني العسكري الحقني الحقوني مالك مالك اذا جينا حاول تسدد له هد يلا حي شكلهم سته وراي قاعد اطلع الجبل قاعد اطلع الجبل يلا يلا جاي جاي طريق ما معهم موت ترى بدكم تخلطونهم ها طيب انت وين تحت فوق يمين يسار. ابشر 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 ارفع ايدي انت ليش سريع؟ انت ليش سريع؟ انتوا كلكم سريعين؟ على خشمي على خشمي خلاص خلاص برفع 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 معكم 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 نروح سيارتنا بمشي على رجلي بمشي على رجلي بمشي على رجلي تكفى تكفى بمشي على رجلي لا لا بعد بمشي على رجلي قدامك ماني مسوي شيء خذ سلاحي خذ كل حاجه مني خذ كل حاجه مني طيب وقف وقف بقول لك نكته بقول لك نكته في واحد يمحشش في محشش شاف سكران ليش؟ ما ادري ليش الله يعزكم يسر فكري 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 فكر 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 فلك هجم من يسار الله يلعن أمي قبل من يمين تكفون يا عيال تكفون قدام قدام اثنين ضد خمسة صعبة ومرة صعبة ما يمدي ما يمدي صعبة صعبة كان يبي يخطفني يخوف يا عيال يخوف شوف يتذكر اوكي يخوف اجل عداوة الارض الحين حضرة العسكري حضرة العسكري شكرا حضرة العسكري حضرة العسكري حضرة العسكري حضرة العسكري حضرة العسكري شكرا حضرة العسكري حضرة العسكري هات العسكري لا 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 ابغى دورة المياه ابغى دورة المياه هات العسكري ابغى دورة المياه ابغى دورة المياه هات العسكري ابي المستشفى دورة المياه الله سولتن سولتن الله سولتن ليش سريع مرة ان الذين هديها هديها شو هديها 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 سريع مرة ليش سريع مرة ليش هديها سريع مرة ليش سريع مرة ليش ديك الحمام اصبر لا ابغى الحمام ودي المستشفى مو من هنا من ورا مو من هنا مو من هنا من ورا قاعد انزف قاعد انزف قاعد انزف قاعد انزف هلا بروس صدقني تضرب لا افجر اضغط 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 انت قلت طلع المضرب شو سوي طيب انا يا راسي يا الله حبا من ناس انا عندي سؤال بس انت إيه؟ يوم كنا في ال ما اذكر طلع المستشفى اوه يا راسي ايش السالفه الحين انا ايش سويت؟ ان سرقت بنك فليكا وش انا اسرق بنك؟ كحيان منتف لا معاي لا سلاح ولا عندي اي شيء كيف بسرق بنك كيف كيف صادق ماما سلاح كيف كيف بسرق بنك قبل شيء السلاح في يد هذا مضرب انت داس فيني المضرب ظالمين حنا لا 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 دام ظالمين الموضوع طيب اجي خلني اعزمكم على فطور برا طيب انا عندي اعطوني مساحه بس اعطوني مساحه اعطوني مساحه ابعدوا عن الزنزانه ابعدوا ابعدوا يلا استاذ مع البلدي السلام عليكم يا حشوه السلام مين انت اسمع يا حشوه كلمتين بقولها لك انا من طواف الحضو ايوه ايوه والله اسمع باختصار هلا طال عمرك حاول تخوج نفسك كيف اخذتك السالفه باختصار حاول تخوج نفسك ترى القروف يبونك وشو واسك القروف تسمع لعن ابو وجهك الكبير ايه طيب كيف خرجت نفسي ما تفيدني بسجن حمار انت انا قلت لك حاول حاول انا ما اقدر اسوي لك شيء لحالي طيب وش الاشياء اللي تمشي على العساكر ما يعطوني حقي هنا ما يعطوني حقي بالحاجه على ملأ 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 مشي مشي يعني أمشي موضوع أروح أنسجن ماي مشي مشي الليلة عشان ألقاهم يستقبلوا لي بالقسم الغروف يخطفوني عليك ما يطولني ما يخو هو هو إلا أروح أسوي نفسك مجنون كمل كمل نفسك قلنا نبقى عيادة كمل على موضوع العيادة ها كل كل الحبوب هذه قدام ما يصدقون خلاص كل بيشتغل إيه بسم الله عليك بسم الله عليك
ابغى المستشفى. ابغى المستشفى. راسي وجعني. الله لا كله والله لا ينتحر والله لا ينتحر والله والله لا ينتحر اكتب بالله وانتحر المستشفى بسرعة وانتحر المستشفى. انا شايف هو تدري الحين ايش قاعد يشوف؟ سمعت ايش قال يقول بيخطب ريحك ذروه بهدوء 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 بسم الله عليك. لا تسوي شيء لا تسوي شيء تعسير في خطة براسي يا عيال. طيب احمد فكر تقدر تهرب. احمد تقدر تهرب. كيف تهرب يا احمد؟ يبغى لك بحر ومعك دروس ما تقدر تسوق سياره. يبغى لك مكان مرتفع مكان ما يمديهم يلحقونك فيه عن طريق الاشياء اللي يشربونها. طيب فكر احمد فكر. اسمعني كسر صوتك وانت اللي اسمعني زين. طيب اسمع معك انا بعطيك شيء. انا اللي بعطيك الوضع. اسمع أبيك هنا لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق تحاول قد ما تقدر تطلع صوت نفس اللي قبل شوي. أوه نفلم فيهم. بعد ما تسمع مني طلقاته بطلع برا أنا من الجهة اللي ورا بتفايت معهم. طيب أول ما تسمع الطلقات حط رجلك. ما معي إلا واحد وحق تزبينتك. بزب عمري فيه تبه تفضل زب عمري فيه. ما معي إلا واحد. أصبر أصبر طعني أنا بتفايت معهم. هم ما يدرون إن أنا معي سلاح. ما يدرون بلخمهم بلخمهم فيه. عطني بس سلاح ودرع وزهلني. إذا ما سدحتهم لك أنا ما أفهم. لا تخاطر إلا والله لا خاطر. يما غنات ذيب يما فقرة يما أني أقلب الطاولة عليهم يما بلاش. اسمع 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 قزيتهم واقفين عند الباب. ها طيب اسمع اسمعني بطل. أول شيء اسمع 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 قد ما نقدر ما نبي الهايت يرحم أمك. نبي نطلع من برا نركض على طول. أنا قايل لهم شوي نبي بس شوية خصوصية. طيب عطني الحين الغرض اللي معك عشان أنا مو مشفوك فيني. أنت على الأقل بيخافون شوي. أصبر دقيقة أصبر. خذ زك هذا واحد. أنت بعطيني من الزبالة سلاح. إيش ده السلاح زك ما في أثر. أصبر خذ زك. طيب هذا يذبح بطلقة هد. هذا ما عليك شيء. أكيد يذبح بطلقة هد أكيد. أي يا ولد استح على وجهك. اقول لك من طوف الرجال. اي هذا الرجال شكله انا واثق. اسمع خلنا نطلع من ورا. ها اصبر ما اقدر اعشقه. شلون اعشق؟ حطني حاجه مني. انا ترى حظه يوم قال لي روح له ترى قال لي انك قائد عصابات ما قال لك شحات. ايش انت متى يلا لي فك تو معلم انك شحات. ما ادري خذ يا شحات خذ. يوزن انا اوري امك. تعال 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 شينا. اسمع 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 اختصار ما يدرون عنا ولا هم شايفيننا بنطلع من باب الصيدلية ذا اللي من ورا. زين وين 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 الحين بمشي انا قدامهم شوي. اسمع لا تطلق ولا تطلق لين نبعد. طيب مكان مشدد امنيا. طيب خلاص برفع يدي برفع يدي برفع يدي برفع يدي. فسخ سروالك الآن. أنا بسحب سروالك بفسخه. سروالك قاعد أفسخه. سحبته منك فسكت الحزام. سحبت سروالك. سحبت سروالك. سحبت الثاني. يلا سلام. روح تعال اسمع. روح تعال اسمع. اسمع لقدام جروف الجروف. لا لا مو الجروف. اجخني امن بسرعه. الحضره وين الله يعزك. اوكي الله يعزكم ولا يعز عليكم يا رجال الجويد. يا نبرت قلبي انفخ سرواله. برد قلبي انفخ سرواله. يا ربي لك الحمد.